الراديو 90-90 هواها مصري. جدول حصص في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. حد كان طالب مني في مرة عايز يسمع الأغنية دي لوحدها أو التراك بتاع المزيكا ده، هقول لك اسمه حاضر. على طول نروح للحفلات وعلى مسرح الجمهورية يوم الحد الجاي في حفل غنائي فلامينكو من أسبانيا الساعة 8 مساء. أسعار التذاكر 25 35 و55 جنيه. وفي كمان يوم الحد اللي هو بكرة 14 أكتوبر في حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث في معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساء. أسعار التذكرة 35 جنيه. الساعة 7 مساء في حفل الشعر الغنائي لسالم الشهباني في قاعة الحكمة بسيد الصاوي. أسعار التذكرة 50 جنيه. وفي قاعة الكلمة في سيد الصاوي في 5 مساء في محاضرة بعنوان تجربة نجاح لمبصري القلوب، هتقدمها المدربة منى صفوت تزامنا مع الاحتفال العالمي باليوم للعصر البيضاء، وهي دعوة عامة ومجانية. بكرة الساعة 7:30 في قاعة الكلمة في سيد الصاوي في ندوة بعنوان التراث الثقافي والهندسة، هتديرها دكتور إيمان جمال الدين، ودعوة عامة ومجانية. وفي ضرب 17-18 بكرة في عرض لفيلم 17 في تمام 8 مساء، سعر التذكرة 30 جنيه. يوم الاثنين 15 أكتوبر بعد بكرة على مسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية في حفل لفرقة المصريين ونجوم المستقبل بقيادة الفنان والموسيقار المبدع هاني شنودة، ربنا يديله الصحة ويخليه لينا، في تمام 8 مساء، سعر التذكرة 50 جنيه. وبعد بكرة كمان الاثنين على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية في أمسية بعنوان ذاكرة الإذاعة ضمن سلسلة أمسيات ذاكرة الثقافة، وده معادها 7 مساء. يوم الاثنين في قاعة النهر في سيد الصاوي في حفل لفرقة فن وصايا في تمام 7 مساء، سعر التذكرة 30 جنيه. وفي قاعة الحكمة في 3 عروض مسرحية متتالية ضمن مهرجان الساقية المسرحي، العرض الأول 6:30 مساء بعنوان علي الزيبق، والعرض الثاني 7:30 مساء بعنوان الصمت، أما العرض الثالث فالساعة 8:30 مساء بعنوان بركة قليل البركة، سعر التذكرة لكل عرض 25 جنيه. نروح على طول ليوم الثلاث 16 أكتوبر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في حفل لأوركسترا الموسيقى الموسيقار الكبير عمر خيرت، في تمام 8 مساء، سعر التذكرة 600 جنيه. وعلى المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية هيستضيف صالون مصر المبدع أمسية بعنوان الفن في أكتوبر في تمام 7 مساء، هيشارك فيه الشاعر محمد بهجت وفرقة سوري والفنانة سميرة عبد العزيز والفنان محمود الجلبي. أما في قاعة الحكمة في سيد الصاوي يوم الثلاث الجاي عرض مسرحي بعنوان الخوف، هتقدمه فرقة عم محمود المسرحية في تمام 6:30 مساء، سعر التذكرة 25 جنيه. ويوم الثلاث الساعة 7:30 مساء في عرض مسرحي بعنوان المزاد، هتقدمه فرقة فلسفة في قاعة الحكمة في سيد الصاوي، سعر التذكرة 25 جنيه. وفي عرض مسرحي الثالث بعنوان بندورة في قاعة الحكمة في سيد الصاوي الساعة 8:30 مساء، سعر التذكرة 25 جنيه. يوم الأربعاء 17 أكتوبر في حفل ثاني لأوركسترا الموسيقار الكبير عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية 8 مساء، سعر التذكرة 600 جنيه. وعلى المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية في حفل الموسيقي للفنان المبدع هشام خرمة في تمام 8 مساء، سعر التذكرة 100 جنيه. وفي سيد الصاوي يوم الأربعاء الجاي في 3 عروض مسرحية برضو ضمن مهرجان الساقية المسرحي، العرض الأول بعنوان اليوم الأخير 6:30 مساء في قاعة الحكمة، والعرض الثاني بعنوان الغريب 7:30 مساء في قاعة الكلمة، والعرض الثالث شريط فاضي في تمام 8:30 مساء بقاعة الحكمة، سعر التذكرة لكل عرض 25 جنيه. ونروح ليوم الأربعاء الجاي في حفل أوركسترا الموسيقى احنا للموسيقار عمر خيرت كمان مرة، عماد دخل زعل لي انت بتقول سعرها لا وسعرها حقيقي يا عماد الحقيقة لا والله حقيقة يعني احنا قلنا الأربعاء خلاص، نروح على الخميس عشان نخرج. على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية في حفل الموسيقى الروك هتقدمه فرقة فابريكا ونجمة الأوبرا نيفين علوبة 8 مساء، سعر التذكرة 75 جنيه. وعلى المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية 8 مساء بمناسبة الاحتفال بمئوية الفنان الراحل محمد فوزي. أما على المسرح الجمهورية في حفل لفرقة التخت العربي للموسيقى والغناء بقيادة دكتور ياسر معوض في تمام 8 مساء، أسعار التذاكر 75 و50 جنيه. وفي معهد الموسيقى العربية في حفل لفرقة ونس للموسيقى العربية الساعة 8 مساء، سعر التذكرة 50 جنيه. والساعة 7 مساء في حفل لفرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عتوني في قاعة نهر في سيد الصاوي، سعر التذكرة 50 جنيه. وفي قاعة الحكمة في سيد الصاوي في عرض مسرحي بعنوان خلل الساعة 6 مساء 6:30 مساء، سعر التذكرة 25 جنيه. والساعة 8:30 مساء يوم الخميس الجاي في قاعة الحكمة في سيد الصاوي هيكون في عرض مسرحي بعنوان ساعة شيطان، سعر التذكرة 25 جنيه. ولسه في يوم الخميس في قاعة الكلمة في سيد الصاوي هيكون في محاضرة بعنوان كيف تبدأ في مجال التصوير الفوتوغرافي، هيقدمها المصور محمد علاء الدين 6 مساء، وهي دعوة مجانية. نبي كتر خيرك. يوم الجمعة 19 أكتوبر على المسرح
المكشوف في دار الأوبرا المصرية في حفل لفرقة ريجا كايرو بقيادة الفنان ياسر أنور في تمام 8 مساء. سعر التذكرة 50 جنيه. وعلى المسرح الجمهورية يوم الجمعة الجاي 8 مساء في حفل لفرقة الإنشاد الديني، أسعار التذاكر 10 15 25 جنيه. وفي معهد الموسيقى العربية في حفل لمركز تنمية المواهب الساعة 8 مساء سعر التذكرة 50 جنيه. ولسه يوم الجمعة 8:30 مساء في حفل لفرقة أيامنا الحلوة في قاعة النهر في ساقية الصاوي، أسعار التذاكر 50 و100 جنيه. وفي قاعة الحكمة في ساقية الصاوي في حفل لفرقة افتكاسات 8 مساء سعر التذكرة 60 جنيه. وأخيرا زي النهاردة يوم السبت الجاي 20 أكتوبر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في حفل الأوركسترا القاهرة السيمفوني في تمام 8 مساء، أما الساعة 6 مساء في حفل للفنان أدهم سليمان في قاعة النهر في ساقية الصاوي سعر التذكرة 60 جنيه. وفي قاعة الحكمة في ساقية الصاوي في حفل غنائي للفنان مصطفى حسين الساعة 7:30 مساء سعر التذكرة 50 جنيه. وأخيرا 5:30 مساء يوم السبت الجاي في ندوة بعنوان الفن والحياة تقديم دكتور نوران فؤاد والفنان التشكيلي أستاذ عبد الناصر السعداني في قاعة الكلمة في ساقية الصاوي، والدعوة عامة ومجانية.